يعاني أهالي منطقة الخليلية الثانية وسط البصرة تردي الواقع الخدمي لمنطقتهم 20 عاما دون إدامة أو صيانة للزوايا الخدمية هنا. مشروع البنى التحتية المتكامل للمنطقة دخل حيز التنفيذ بأمل إكماله وفق الموعد المحدد. كملنا أعمال القلع، باشرنا بأعمال فرش السبيس، أعمال فرش السبيس كملنا فرش السبيس طبقتين، ومن بعد فرش السبيس انتهت، يعني تعرف الشارع هسه جاهز. هسه حاليا باشرنا بأعمال مسار الكيربر، تهيئة مسار الكيربر، وأعمال مسار الكيربر مثل ما تشوف هسه هذا عندنا جاهز للصب، فإن شاء الله العمل متواصل وإن شاء الله بأسرع وقت يكمل الشارع. أهالي المنطقة بحديث عن سوء التنفيذ، كما يتحدث أصحاب المحال التجارية هنا عن قطع أرزاقهم، مطالبين برفع كفاءة التنفيذ وسرعة الإنجاز بعيدا عن اللجوء لطرق تقليدية بهدف تقليل الكلفة والتي أدت إلى تضاعف المعاناة. قلت لهم المجاري غلط، ما مسلطات عدل، هاي عوجة وذيك نازلة وهاي صاعدة، والقاعدون ما قاعد هنصته، قاعدون عمال. سلبوري كل العالم من تحط حشة تحط جوا رمل، صحيح ولا لا؟ هو كذا الكسار ودفنا جوا، سوى انطروح البوري، هذا يطق؟ والله صارنا تقريبا بال 25 يوم، لان قاعدين ساكتين، يعني شغل ماكو، قطعوا ارزاقنا، دمرونا دمار، اجي اراويك هسه شو اسمه المجرى اللي سووه هم المنهوله تكرم، يعني القديمه احسن من عندهم. رزقنا مقطوع، وكل لا ثلاث كل محل بيه 4 عوائل 5، حفرون المجاري وطموه هسه رجعونا حفرونا ساي، والله شنو ايش راح يسوون الرصيف؟ وبعده يكملون الرصيف والنبي يحفرون، ايش راح يسوون؟ يسوون المطريات، النبي يكملون المطريات النبي التبليط. جدير بالذكر ان موسم الامطار الحالي كان كفيلا بكشف حقيقه بعض المشاريع المنجزه في البصره او تلك قيد التنفيذ، فمنها من ثبتت رصانته واخر بدا واضحا عليه سوء الخدمه نتيجه سوء التنفيذ. الخليلية الثانية حاليا أو حي صنعاء كما تسمى سابقا، علها تنعم بخدمات أفضل ولو بعد طول انتظار. من البصرة، أركان تقييم، قناة التغيير.